فشي يصير روتينيا راح يصير عندي الخط اكبر، يعني الورقه شكلها اكبر. هاي اخر وحده ما اوصلها للنهايه، راح اوصلها الى هذا المجال. ليش؟ اريد منها اجيب فد ورقه تطلع على الصفحه. خليك واضح؟ هسه صار رتبت اوراق احجامها من الصغير الى الكبير. هسه ايش راح اجي؟ احشي براعم. هاي دون الخروج من الدائرة، اخوان اخواتي. دون الخروج من الدائرة. هنا اقدر اسوي واحد يصير؟ لا. ليش؟ باوعه. هسه عندي هذا التكملة مالته راح يعطيني شنو؟ هذا الشكل. كان مورق ترجع ده يشكل رايح. هذا كله به خطوط، يعني من الخط. هذا بالتلوين، بالتلوين من نخلص الالوان نكمل تذهيب ونخلص الالوان، نجي بالقلم الاسود من نحبر اطراف الورده اطراف الشكل، نعطي فد خط هذا يلمس شكل الورقه للوصف. يعني ما يعني انه فد مسطح يشدها كامل، لازم هذا الخط او خطين همه اشكال. خطوط ناعمه شوفوا هالشكل صار عندي. هسه هنا هذا ما راح يقبل عندي واحد، لان واحد قليل لنا. فراح شو اسوي؟ اسوي ابو اثنين هالشكل. هذا همينه برعم بحيث يتكامل عندي الشكل. هسه انا خلصت الاطراف، بقى عندي شنو؟ الداخل. الداخل هاي عندي ورقه راح اقلبها هنا. كانما هيك صارت. من هنا هذا الخط طبعا هو وهمي، هذا خط الدائره صح؟ تتذكرون؟ قلنا بالفرجال صح؟ هذا لازم اسوي شكل ثاني. فشو اسوي؟ باعه. هذا اول واحد ماشي خلص. اطلع على خط ثاني شوفوا. الشكل صار. هذا بالتلوين راح يعطي فد شيء كلش حجي. راح يصير عندنا هاي الاوراق الذهب. هاي الاوراق الذهب هنا لون منا يبدي تدرج. هذا من يبي تدرج لون اخر مثلا اصفر الى البرتقالي. مثلا هذا خلينا نقول بنفسجي، وهذا الذهب محدد باسود يطلع بشيء خرافي بالتنفيذ. لكن انا بدي اسوي الخطوات ليش قدامكم؟ على مود تتعلمون شلون تنشئون شيء، انتم ترسمون ورده حسب خيالكم من اشياء بسيطه. يعني انا شو استعملت هنا؟ استعملت بس هاي الشكل مع هذا الشكل او هذا الشكل، صح لو صح؟ اكو شيء زايد؟ كونت فد شكل من خلال هذه الاشكال البسيطه. لكن ايضا ضمن شيء مدروس، يعني كله ببسط دائره بحيث الورده ما تصير طولانيه، مع دائما دائريه حلوه شكلها احلى ومنسقه زين علي. هذه كلش مهمه هاي النقطه. هنا من اخلص طبعا هسه من اطبع الجزء الثاني شوفوا اخواني. من اطبع الجزء الثاني شوفوا هسه هاي بين كل ورقه وورقه اكو برعم، مو بين كل ورقه وورقه برعم. هذا ما يصير اخليه فارغ، يصير؟ مو انا راح يجي عندي خط هنا، الخط ما يصير راسا على الورقه، شوفوا يصير كانه ماشي هزلي يعني. يعني جايب لك فد شغله كبيره وحاطها على فد عمود عوده رفيعه، صح؟ يصير؟ يعني جماليا ما تتوالى، فايش راح اسوي؟ راح اسوي له هنا فد شيء بسيط يغنيني عن كل شيء،
وهو برعم ابو ثنيان صح راح اطلع عن الدائره بس ما يهم هذا اللي ايش راح ينحسب؟ ينحسب على الساق مال الزهره. مثلا اكو وياها شكل وما اسوي له ورقه من هاي ممكن يعني بعرف مكانها بس يعني شوفوا يا هي ينسجم مع الحجم حجم الورقه كبير وهاي الزهور ما لها حصر يعني ليس لها حصر ايش قد ما اكبر هاي الدائره مثلا هذه هل قد تنطيني شغلات احلى اجمل هسه راح ارسم لكم فتره اخرى